النجمة كاريس بشار تفجع بوفاة والدتها، وعدد من المشاهير يقدمون لها التعازي. ببالغ الحزن والأسى، أعلنت الفنانة السورية كاريس بشار عن وفاة والدتها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع تويتر. شاركت فيها ورقة النعوة وأرفقتها بتعليق: ما في شي رح يعوضني عن فراقك، الرحمة لروحك يا أمي. شيع جثمان والدة الفنانة السورية بعد صلاة ظهر اليوم السبت، وذلك في جامع بدر الدين الحسني، كما وارى الثرى في مقبرة باب الصغير بحسب ورقة النعوة. من جهة أخرى، سارع عدد من المشاهير لتقديم العزاء من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت بينهم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والفنانة السورية شكران مرتجى، والممثل قيس الشيخ نجيب، إضافة إلى عدد من الفنانين. أما جمهور النجمة كاريس فتفاعل مع الحدث بالتعبير عن حزنه الشديد، متمنياً لها الصبر والرحمة لوالدتها ملك العلاف، مقارنين بين صورة الأخيرة وصورة ابنتها الفنانة، مثنين على حجم الشبه الكبير بينهما. كانت الفنانة كاريس بشار قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام قليلة بسبب انتشار صورة تجمعها بالفنانة سيرين عبد النور، إذ قامت إحدى صفحات مواقع التواصل بشطب وجه الأخيرة والثناء على جمال الأولى، مما أشعل منصات التواصل غضباً من قبل جمهور سيرين عبد النور الذي صنف هذا التصرف كإهانة مرفوضة.